نروح لتقرير زميلتنا داليا علي عن الأوسكار، وأرجع بعده على طول لفقرتنا النهاردة اللي فيها الحقيقة كلام كتير جدا مثار في المجتمع. حرية الإبداع أين تقف؟ الناس بتقول حرية الإبداع ولا الحفاظ على قيم ومعتقدات المجتمع، وكأن المسألة بقت صراع بين حرية الإبداع وقيم المجتمع، والناس بتسأل هل خدش حياء المجتمع ولا خدش حياء الحريات. المسألة الحقيقة بقت صعبة للغاية. مشرفنا في هذه الاستوديو في هذا الحلقة في هذه الحلقة النهاردة، والحقيقة سعيدة جدا بوجودهم معايا، الأديب والروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، وأيضا الكاتب والأستاذ سيد محمود رئيس تحرير جريدة القاهرة. هلتقي بيهم على طول بعد الفاصل، لكن هسيبكم مع تقرير زميلتي العزيزة داليا علي عن حفل الأوسكار. ساعات قليلة تفصل العالم عن الحدث السينمائي الأهم. تتجه الأنظار لمسرح دولبي بلوس أنجلوس، وتزدحم القاعة بنجوم جابوا العالم طولا وعرضا عبر شاشات السينما العملاقة، وحفرت أعمالهم الفنية علامة بارزة في عقول وقلوب كافة متابعي السينما العالمية. في 28 من فبراير الجاري ينطلق الحفل 88 لتوزيع جوائز أوسكار للعام 2016 لتكريم أفضل الأعمال السينمائية التي أنتجت عام 2015. وعلى الرغم من أن الحفل حدث سنوي ينظم منذ 88 عاما، إلا أن نسخة العام الحالي تعد الأبرز منذ سنوات، حيث تتنافس مجموعة من الأفلام التي نالت العديد من الجوائز الأخرى، من بينها ماد ماكس فيوري رود للنجم توم هاردي، وذا مارتيان لماد دامون، وبريدج أوف سبايس لتوم هانكس، بالإضافة إلى ذا بيج شورت لبراد بيت وفيلمي بروكلين وروم. بينما يرى النقاد أن فيلم ذا ريفننت للنجم ليوناردو دي كابريو يعد الأوفر حظا للفوز بجائزة هذا العام، خاصة بعد حصوله على 12 ترشيحا بين جوائز أوسكار، منها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل، كما حصد الفيلم 3 جوائز في مسابقة جولدن جلوب وجوائز البافتا البريطانية. وبالإضافة للنجم ليوناردو دي كابريو يتنافس على جائزة أفضل ممثل لدور أساسي النجم مات دامون وبريان كرانستون ومايكل فاسبندر وإيدي ريدمين الفائز بالجائزة العام الماضي عن فيلم The Theory of Everything، بينما يتنافس كريستيان بيل وتوم هاردي ومايكل ريلانس وسيلفستر ستالوني ومارك رافيلو على جائزة أفضل ممثل مساعد. وعلى مستوى البطولة النسائية ضمت القائمة القصيرة لمرشحات أوسكار النجمة كيت بلانشيت، بيري لارسون، شارلوت رامبلينج، بالإضافة إلى جينيفر لورنس وسويرس رونان، بينما تتنافس جينيفر جيسون لي وريتشيل ماك أدامز وروني مارا وإليشيا فيكاندر وكيت وينسلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة. عدد من النجوم أعلنوا مقاطعتهم لجائزة أوسكار هذا العام بدعوى العنصرية وغياب أصحاب البشرة السمراء عن قوائم المتنافسين، حيث أطلق المخرج سبايك لي والمخرج مايكل مور دعاوى صريحة للمقاطعة، وانضم إليها عدد من النجوم من بينهم ويل سميث وزوجته جادا بينكت، بالإضافة إلى جورج كلوني. تمثال ذهبي يسعى إليه كل من طبع اسمه على شاشة السينما، يراه المتابعون تتويجاً للأفضل خلال عام، ويعتبروه النجوم مجداً أبدياً لا يمحى من ذاكرة التاريخ. داليا علي، كلام تاني.